السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب بخير. وصل وفد المنتخب الوطني لكرة القدم ظهر اليوم الخميس إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في نهائيات كأس سياسي، وكان في استقباله في مطار حمد الدولي القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق في دولة قطر الدكتور محمد عيسى العيسى. وبعد استكمال مراسيم إجراءات الاستقبال من قبل اللجنة المنظمة، انتقل الوفد العراقي إلى مقر إقامته في الدوحة، وكان في استقباله رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال وأعضاء الاتحاد كل من غالب الزاملي ويحيى صغير، إلى جانب طبعا تهيئة إجراءات الاستقبال في مقر الإقامة من قبل إدارة الفندق. ومن المؤمل أن يخوض المنتخب الوطني مساء اليوم الخميس في الساعة 6:00 عصرا وحدة تدريبية في مراكز تدريب ملعب الغرافة، وستكون الوحدة التدريبية مفتوحة ل 15 دقيقة الأولى منها، ويسمح بالدخول إليه فقط من حملة الاعتماد الخاص من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. ونستذكر وياكم مباريات منتخبنا الوطني، العراق واندونيسيا يوم الاثنين المقبل الساعة 5:30 العصر، ومع اليابان ثاني مباراة تكون يوم 19/1، والأخيرة ضد فيتنام يوم 24/1.